90% ممكن تكون زيادة الراتب قبل العيد، وبصراحة بلشت نفصل زيادة الراتب على كيفنا، يلي بيقول 100%، يلي بيقول 500%، ويلي بيقول زيادة ما صارت من قبل، وسارحين ببحر الأحلام. معقول يصير الراتب يشتري لنا جاجة وصفة بيض بالأسبوع؟ معقول نصير نقدر ندفع فواتير الموبايل وباقات الإنترنت ونركب طاقة شمسية؟ معقول يصير الراتب يشتري لنا ثياب وأكل وشرب بدون ما نتدين بأول الشهر؟ معقول نقدر ناخذ أقساط سيارة على الراتب أو أقساط بيت ونتبحبح؟ لا تواخذوني كثير سرحت. والله شكله زمن البحبوحة انتهى، وأيام الـ 2010 ما بقى ترجع. عم بيقولوا إنه الزيادة ما رح تكون مرتفعة، وفي حال وصلت للـ 100% فهذا إنجاز للحكومة. هلا إذا كانت الزيادة بنفس طرق الزيادة بالسنوات اللي قبل، فنحن بأكد لكم إنه رايحين على المجهول. نحن وقبل أي زيادة بحاجة لتثبيت الأسعار، بعيداً عن مجرد مخالفات تموينية ليومين أو أسبوع، ونصور كم محل إنه خالفنا هون، ونعمل كم جولة بالأسواق، ونتصور وننشر على الصفحات بالسوشيال ميديا. الموضوع بحاجة تخفيض أسعار قبل رفع الأجور، ومراقبة ومحاسبة بدون خيار وفقوس. بحاجة تثبيت سعر الصرف، وبحاجة لمحاسبة الفاسدين. وطالما أخذتوا وقتكم بالدراسة، فمنتمنى هالزيادة تكون محرزة مشان وشكم يضل أبيض.